طيب اليوم ابغى اطلع المكافحين الشباب ما شاء الله تبارك الله. اسمك كريم؟ طلال سعد ميري. ما شاء الله من واد الفرع. ما شاء الله تبارك الله. لك كم بالسوق؟ تقريبا 4 سنين. 4 سنوات؟ ما شاء الله عليك. ثانوي ولا؟ الحين رايح ثانوي. لك 4 سنوات. تاخذ بيعات لك وتسترزق. ما شاء الله تبارك الله. فيها مكسب ولا ما في؟ ما شاء الله تبارك الله. يعني الشباب اللي في الثانوي زيك والمتوسط لو ياخذوا بيعات كم مكسب مو راس مال؟ انت بدات راس مالك كم يعني تقريبا؟ 200 ريال تشتري؟ والله ايه اكثر من 200 شوي، 300 على حسب. اشتريت ب 300 ريال، كم لما تخلص الصناديق؟ خلص يمكن اقول 700 ريال مكسب. دقيقه نشيل يعني 400 يدخل ما شاء الله مكسب. الله يوسع رزقك ما شاء الله تميري. شايفين؟ تنصح الشباب؟ يا اخي بعد كلامك هذا ما شاء الله ما في نصائح، يعني لازم يجوا السوق الشباب ويبداوا. مين اللي قال لك الخطه هذه ولا الطريقه؟ الوالد. الوالد؟ صراحه ما شاء الله تبارك الله شباب مكافحين. الثميري ولا المعارفي؟ نصيحه لكل شاب جالس في البيت، انزل فين؟ السوق. يا سلام. ان شاء الله ان شاء الله نشوف ابناء انا عندهم ابراج باذن الله، يوم من الايام راح يكونوا من اكبر التجار. 100 ريال. 100 ريال باليوم؟ باليوم، يعني اذا بيشتغل شهر في الصيف 3000 حط. يا سلام. الله. وهو كذا مرتاح يجي تحت المظله ويبيع وقطاعي. لا انا ابغى واحد عجبته الفكره يبغى يشتغل. كم يدخل؟ يدخل مكسب 500 ريال في اليوم. 500 باليوم اقل شيء، انا اتكلم في القليل. حلو. اذا كان بيعوها. شايفين ما شاء الله اللي يشتغل شغل بالتمور. ولكن على فكره صورت الحلقه كامله ما شاء الله المعارف الثلاث السنوات هذه ابدع فيها. ليش؟ انا اقول لكم انا كسبت خبره تراني وراح ابسط جنبه عادي. حبيبي عارفين ليه؟ السوق على فكره اغلبه متمر، هو منقيم ناصف. اللي يشوف انا معدي اللون جذبني بصراحه، صح ولا لا؟ ما شاء الله. 15 16 17 18 19 20 على 20 ريال لونه، على 20 21 ريال، على 21 21 لونه، على 22 ريال 22 ريال، على 22 ريال 23 ريال، 24 24 لونه على 24 ريال، 24 24 24 24 ريال لونه على 24 ريال، على 24 ما شاء الله تبارك الله، 24 24 24 24 ريال ابيع بارك لهم انت عامل، ابيع 24 خلاص 25 ريال، 25 ريال، 25 ريال، 25 ريال، 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 ريال 28 ريال 29 ريال 29 ريال 29 29 29 29 الله يبارك له عاطف 29 ريال 29 ريال. الله من حلال، الله من حلال، الرجعنا هذه على الله من حلال، الله من حلال، الرجعنا هذه على 15 15 15 15 على 15 ريال، الرجعنا على 15 ريال، على 15 ريال 15 ريال وانت عارف على 15 16 16 16 ريال 16 ريال 16 ريال 16 ريال 16 ريال 16 ريال 16 17 17 17 ريال 17 ريال 17 ريال 17 الله يبارك لك 17 ريال على الله من حلال، على الله من حلال. برني المدينة هذا على 10 ريال 10 ريال، على 10 ريال برني مدينة على 10 ريال 10 ريال، على 10 ريال برني المدينة على 10 ريال 10 ريال، على 10 على 10 على 10 على 10 ريال 10 ريال برني المدينة على 10 ريال 10 ريال 10 ريال، 10 ريال 10 ريال 10 ريال، على 10 على 10 برني المدينة على 10 ريال 10 ريال، 10 ريال 10 ريال 10 ريال، أبي أبارك لعمان حبايبي على 10 ريال أنت يا عريني خلصني برني مدينة على 10 ريال 10 ريال 10 ريال 10 ريال على 10 على 10 على 10 على 10 الله يبارك لك مش على 10 ريال راح ب10 البرني برني المدينة ب10 ريال 29 حليا مستمر الركب على 29 حليا على 29
انا 29 حليا مستمر الركب 30 حليا ده الشياب يقولون مستمر الركب اول ياخذوها 30 31 32 33 34 حليا منصيب 35 36 ابيعه 36 بارك الله عمك انا 36 الردان هذه على 30 31 32 30 ردان 34 35 36 37 38 39 على 40 ردان على 40 ردان تمدين على 40 على 40 ردان منصيب على 40 على 40 ابيعه ابيع 40 الله يبارك لك 40 ريال ايش هذه اللونه على الله 40 ريال 40 ردان راح هذه اللونة ما شاء الله تبارك الله اللونة هذه على 30 31 لونة 31 منصيب لونة فاخر حبة فاخر 31 اللونة 32 اللونة 32 33 34 لونة 35 36 أقلب رعية 37 اللونة 8 9 40 ريال 41 لونة ما شاء الله تبارك الله 42 اللونة 42 اللونة 43 اللونة 43 اللونة 44 اللون 44 منصيب حبة ظاهر 40 45 46 الله يبارك لك 46 الله يبارك لك لونه 46 46 راح هذه زين ربيع هذه ما شاء الله تبارك الله اليوم العجوة راحت على 35 ما شاء الله ايه والله ما شاء الله الله يطرح البركة حقت المدينة؟ حقت المدينة ايه حقت المدينة ما شاء الله هذه برنين برنين كل المدينة؟ كل ما شاء الله قام ينزل كل انتاج المدينة ايام هذا كل انتاج المدينة يا سلام يا مسهل ما شاء الله حلو نقرة ثانية حبة وسط وسط ايه الفاخر نزل اليوم ولا ما نزل؟ لسه الفاخر لسه انا بقيله تقريبا يعني بعد عيد ان شاء الله اليوم ما نزل فاخر البدايه نفسه. لا ينزل بس حاجه خفيفه يعني على صندوقين ثلاثه كم اليوم وصل؟ 90 اعلى شيء 90 ريال اعلى سعر 90 ريال ايوه لكن عموما يعني بعد العيد ان شاء الله بدايه يعني من موسم المزارع خلاص السوق امتلى خفيف المزارع على صندوقين اربع صناديق يا سلام بعضهم يجيب لك 100 صندوق تو يعني بشاير خير ان شاء الله يا رب يا مسهل الله يعطيكم الف عافيه ان شاء الله بدا الفلين امتلي في السوق ما شاء الله تبارك الله وش النوع؟ لونه وهذه عجوة لونه وعجوة وليمون ما شاء الله تشكيلة كده عند مين؟ عند الشاب المكافح المعرفي الله يعطيه ألف عافية على فكرة أخوان هذا شاب سعودي يعني بصراحة ودنا الشباب كلهم يتبعوا المعرفي ليش؟ دوبه أخذ الإجازة يعني ما شاء الله جامعي ولا؟ جامعي ما شاء الله خلصت الجامعة دحين إجازة الله في الإجازة تيجي تسترزق ما شاء الله كل سنة ما شاء الله لي دحين 3 سنين إلى 4 سنين ما شاء الله عليك تنصح الشباب أي والله اللي فاضي بس يرقد في الصباح وفي النهار أي أنصح والله يجي ويترزق ما شاء الله تبارك الله شوف على فكرة ما بادخل حسد معك الله يوسع رزقك بس عشان أبغى الشباب يتحرك بكم وقف عليك بالحراج؟ بالحراج والله وقف علي 25 26 الصندوق ب25 بكم تبيع؟ أنت تبيع قطاعي الله كم؟ نبيع على 30 35 يمشي ما شاء الله يمشي يا رب ما شاء الله تبارك الله والعجوة؟ والعجوة والله اشتريتها ب33 مليون ثلاثة وبيع من 45 35 40 حلو ان شاء الله المتابعين ما يسمعوا السعر عشان تعرف تسترزق عرفت ما شاء الله عليك الله شايفين يا شباب شايفين بالله يعني تيجي الصباح المزاد وتبيع قطاعي يعني فيها والليمون الليمون والله هذا علشان صغار اخذته ب6 ريال 6 كم تبيعه ب10 باللي يا سلام حلو تعال اشتري لا يكون خربت البيع كم الحليب على 45 روثان عندك روثان والله في السوق غاليه ما شاء الله من وين معرفي والله اسئلتي انا ما احب احد يسالني هي لكن لو الشاب نزل السوق اشترى
بيعه ويبيع قطاعي، كم الدخل؟ معليش والله اذا كان شغله بالميت مره بالميت 100 ريال. 100 ريال باليوم؟ باليوم، يعني اذا بيشتغل شهر في الصيف 3000 حط في كده. يا سلام الله. وهو كذا مرتاح يجي تحت المظله ويبيع وقطاعي. الله. لا انا ابغى واحد عجبته الفكره يبغى يشتغل، كم يدخل؟ يدخل مكسب 500 ريال في اليوم. 500 باليوم اقل شيء، انا اتكلم في القليل. حلو. اذا كان بيعوها، شايفين ما شاء الله اللي يشتغل شغل بالتمور. ولكن على فكره صورت الحلقه كامله، ما شاء الله المعير في الثلاث السنوات هذه أبدع فيها. ليش؟ أنا أقول لكم، أنا كسبت خبرة تراني وراح أبسط جنبه عادي. حبيبي عارفين ليه؟ السوق على فكرة أغلبه متمر، هو منقيم ناصف اللي يشوف. أنا معدي اللون جذبني بصراحة، صح ولا لا؟ مو يجي يبي يدخل السوق يشتري له كله متمر ويقول يا أبوي والله خسرت، يا أخويا يا أختي أمي. هو كمان يبغى الواحد يعرف له، كمان يبغى اللي يعرف له. يا سلام، خليه يبدا بخمسه صناديق، خمسه زي كذا يعني. أيوه. طقطق فيها. أيوه. يا سلام. حلو 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 حلو. الليمون قلت لي بكم يتباع؟ الليمون ب 10 ينباع، ابيع ب 10. مشترى؟ هذا مشترى ب 6 ريال. 6 ريال. أيوه. يا سلام. هذا صغار لي. روح الله يفتحها عليك يا شيخ. اي أيوه والله. اتبعوا المعارفي واموركم طيبه يا شباب، نوم في البيت ما في. نبغى قال اللي شد حيله 500 ريال، نبغى الدخل 1000 ريال باليوم، 30000. الله يوسع عليك، مع السلامة. معليش على أسئلتي، شوية لقافة مع ده، بس والله بفيد الناس. الله يسعدك خليك، تسلم يا معرفة. طيب اليوم أبغى أطلع المكافحين الشباب، ما شاء الله تبارك الله. اسم الكريم؟ سعد ثميري. ما شاء الله من واد الفرع. ما شاء الله تبارك الله. لك كم بالسوق؟ تقريبا 4 سنين. 4 سنوات؟ ما شاء الله عليك. ثانوي ولا؟ اي راحت الحين. راح ثانوي لك 4 سنوات. أي. تاخذ بيعات لك وتترزق. ما شاء الله تبارك الله. فيها مكسب ولا ما في؟ فيه الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. يعني الشباب اللي في الثانوي زيك والمتوسط لو ياخذوا بيعات كم مكسب؟ مو راس مال. انت بدات راس مالك كم يعني تقريبا؟ 200 ريال تشتري؟ والله ايه اكثر من 200 شوي، 300 على حسب. اشتريت ب 300 ريال، كم لما تخلص الصناديق؟ تخلص يمكن اقول 600 700 ريال. 700 ريال مكسب. دقيقه نشيل المكسب، يعني 400 يدخل ما شاء الله. أيه. مكسب. الله يوسع رزقك ما شاء الله ثميري. شايفين؟ تنصح الشباب؟ يا أخي بعد كلامك هذا ما شاء الله ما في نصائح، يعني لازم يجوا السوق الشباب ويبدأوا. مين اللي قال لك الخطة هذه ولا الطريقة؟ الوالد. الوالد؟ لو في التمور. ما شاء الله تبارك الله. وانتوا قيدكم عندها في الحارة والمركز تبعكم ما شاء الله. الله يوسع عليكم، الله يرزقكم ما شاء الله تبارك الله. أحييك ويعطيك ألف عافية ما شاء الله تبارك الله. شايف رايح جاي يجيب بسطته ما شاء الله. التمور قلت لازم نشوف. أول ما بدأت المكاسب قد إيه؟ 100 200. ألين وصلت؟ أكبر رقم كسبت فيه مكسب 500. يا سلام، يعطيك ألف عافية. عقبال ما نشوفك هذه البرحة كلها تبعك. مع السلامة ثميري. بصراحة ما شاء الله تبارك الله شباب مكافحين. ثميري والمعارفي، نصيحة لكل شاب جالس في البيت، انزل فين؟ السوق. يا سلام. إن شاء الله إن شاء الله نشوف أبناءنا عندهم أبراج بإذن الله، يوم من الأيام راح يكونوا من أكبر التجار. دام هذا التفكير من هم ما شاء الله شباب، انزلوا السوق، يتعرف على السوق. يعني دحين أكيد ما راح تشتري
النوع التعبان المتمر صحيح ولا صحيح؟ ما اقول الا انزلوا السوق يا شباب ان شاء الله سوق المدينة في خير. مع السلامة.